الرئيس السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. خلال اجتماع مجلس المحافظين، مدبولي يؤكد على أهمية متابعة توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة. روسيا تتعهد بخفض العمليات العسكرية قرب كييف، وماكرون يبلغ بوتين بأن دفع قوت شراء الغاز بالروبل غير ممكن. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كما استقبل الرئيس السيسي كلا على حدة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، ووزير الخارجية الأنغولي، ونائبة رئيس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية بالكونغو الديمقراطية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة، مؤكدا سيادته دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الداعم لاطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤوليتها ودورها، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثليه. من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. كما استعرض السيد محمد المنيفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيد علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري، والسيد عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة، طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومثمنا التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن
الثاني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنغولا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب السيدة أنا باولا وزيرة الشباب والرياضة الأنغولية والسفير نيلسون مانويل السفير الأنغولي بالقاهرة. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، مؤكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنغولا في مختلف في المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك، كذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات. كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي والرئيس لورينزو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية. من جانبه أعرب السيد أنطونيو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس الأنغولي، والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة رسميا وشعبيا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، لا سيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع التأكيد على تطلع أنغولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك خاصة على صعيد الاتحاد الإفريقي. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية، خاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة. كما أعرب الرئيس الكونغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة السيد الرئيس للدفع بالأجندة الإفريقية في إطار قضية تغير المناخ، وذلك بهدف دعم الموقف الإفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الإفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الإفريقي ويسمح بتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ومراعاة شواغلها سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل خطوة محورية لحشد الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة أو من خلال العمل الدولي للحد من أسبابها ومواصلة جهود خفض الانبعاثات.
من جانبه نقل السيد الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيس تشيسيكيدي، مؤكدا سيادته مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل. كما أكد السيد الرئيس الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الإفريقي والدولي، خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ، والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد، الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما رأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ، مشددا سيادته على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنسيق وحشد الدعم اللازم لدول القارة الإفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل على الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الإفريقية ولصالحها، وذلك لضمان خروج قمة شرم الشيخ بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آفاق دفع الجهود الإفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية، بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية. تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي يقدر بخمسة مليارات دولار في الفترة القادمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر، وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين. أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة والمديرية التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين، وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل القادم، موجها بصرف مقابل توريد القمح المستحق للمزارعين في أسرع وقت. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني. كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني.
وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، حيث شاهد بياناً عملياً لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتلو الجيش الثالث الميداني، والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يبذلوه من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن. كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتلي القوات المسلحة ستظل دائماً هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الاتجاهات. كما أدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني، استمع إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره. وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما استعرض خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وأدار حواراً مع مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة تم ضبط 3.5 طن سلع مدعمة و22 ألف لتر مواد بترولية. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 144 طن. كما تم ضبط 5 أطنان إسمنت في مجال حجب مواد البناء. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وإسمنت. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين. ونجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. وزارة الداخلية تواصل شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتتمكن خلال 4 أيام من ضبط 89 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي. ومن أبرز تلك القضايا نجاح الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط 6 تشكيلات عصابية بأسيوط وسوهاج وقنا لقيام عناصرها بالإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم قرابة 32 مليون جنيه. الإدارة نجحت في ضبط 3 تشكيلات عصابية بالبحيرة والمنيا وقنا. عناصر تلك التشكيلات تمارس نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج
بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة، وإعادة بيعها مرة أخرى لراغب شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي أكثر من 16 مليون جنيه. وفي إطار الجهود الأمنية للتصدي لجرائم استغلال النفوذ، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 6 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزانة الدولة. في الاتجاه ذاته، تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي وإصدار ترخيص بناء مزور لمالك عقار من خلال اصطناع صورة طبق الأصل من الترخيص ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة محل عملهما، الأمر الذي مكنه من البناء بدون ترخيص، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام. في إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب الشركات والاستيلاء على بضائع منهم عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات، وبلغ قيمة البضائع المستولى عليها 2,800,000 جنيه، مع سداد جزء من المبلغ كمقدم من قيمة البضائع، وعقب ذلك تم إغلاق مقر الشركة. في الإطار ذاته، نجحت مديرية أمن سوهاج في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها، وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المستولى عليها. وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزته المحررات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في التزوير. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. تعهدت روسيا بخفض عملياتها العسكرية حول كييف وفي شمال أوكرانيا. وقال ألكسندر فوميون نائب وزير الدفاع الروسي خلال تصريحات صحفية إن القرار يهدف إلى زيادة الثقة المتبادلة وخلق الأوضاع اللازمة لمزيد من المفاوضات وتحقيق الهدف النهائي، وهو التوصل إلى اتفاق وتوقيعه. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من غير الممكن أن يدفع مشتري الغاز الغربيون عقود شراء الغاز الروسي بالروبل. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تطرقا لتطورات الأوضاع في أوكرانيا. وشدد بوتين خلال الاتصال على ضرورة استسلام القوات الأوكرانية المتحصنة بميناء ماريوبول حتى يتسنى تقديم المساعدة للمدنيين في المدينة. قال متحدث باسم مجلس الوزراء البولندي إن الحكومة توافقت على مشروع قانون سيسمح بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا. ومنذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حثت بولندا الاتحاد الأوروبي على إدراج الوقود الأحفوري الروسي في العقوبات التي فرضها التكتل على موسكو، واختار الاتحاد استراتيجية لخفض تدريجي للاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية. أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية طرد 21 دبلوماسيا روسيا لما اعتبرته بقيام منهم
أو بقيام بعض منهم بأنشطة تجسس وأنهم يمثلون تهديدات للأمن. وأوضحت مصادر بلجيكية أن الدبلوماسيين المطرودين يعملون بسفارة روسيا ببروكسل وفي قنصلياتها بأنتويرب. كانت الخارجية الهولندية قالت أيضا إنها طردت بناء على معلومات الأجهزة الأمنية الهولندية 17 عميلا للمخابرات الروسية معتمدين كدبلوماسيين. وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار السلطات الهولندية بطرد 17 دبلوماسيا روسيا بتعسفي. وقالت زاخاروفا إن المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف تقع على عاتق السلطات الهولندية. كما علقت المتحدثة على طرد السلطات البلجيكية ل 21 دبلوماسيا روسيا، مؤكدة أن هذا القرار لن يمر دون رد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق في رد مماثل على خطوات تلك الدول ضد موسكو. وقالت الخارجية الروسية ببيان إنه تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفين بالسفارات الروسية بدول البلطيق، موضحة أنه تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين بالسفارة ليتوانيا و3 بالسفارة لاتفيا و3 موظفين بالسفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية بمدينة بيترسبرغ، مطالبة الدبلوماسيين المعنيين بمغادرة أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة دول البلطيق. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الحوار ضروري بين بلاده والولايات المتحدة، ليس لمصالح البلدين فحسب وإنما لمصلحة العالم كله. وأضاف بيسكوف أنه عاجلا أم آجلا سيتعين على روسيا والولايات المتحدة التحدث حول قضايا الاستقرار والأمن. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زنسكي إن الهجوم الروسي على ماريوبول يشكل جريمة ضد الإنسانية. أشار زيلينسكي خلال كلمته أمام برلمان الدنمارك بأن القوات الروسية ما زالت تحصر نحو 100,000 شخص في ماريوبول، مشددا على أنه يتعين على أوروبا تجديد العقوبات على روسيا بما في ذلك منع التجارة ووقف شراء النفط وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية. ونتابع الآن على الهواء مباشرة من نيويورك جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. صرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة. وأضاف ميدنسكي عقب انتهاء المحادثات أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في حال التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، داعيا كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس. بالنسبة للمفاوضات اليوم، هذه المفاوضات كانت بناءة وقد تحدثنا عن وتوافقنا عن الاتفاقات التي تحدث عنها رئيسي الدولة من خلال مصادقة الاتفاقية، بالإضافة إلى النظر في التفاصيل بعض التفاصيل السياسية مع وجود شرط العمل السريع على هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول الوسط. اتفق زعماء ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا خلال محادثة هاتفية على استمرار الضغط على روسيا من أجل وقف عملياتها العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني والرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اتفقوا أيضا على مواصلة الضغط على روسيا عبر العقوبات الشديدة. ودعا الزعماء الغربيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وفتح ممرات إنسانية مجدية خاصة في مدينة ماريوبول. كما ناقش الزعماء كذلك إجراءات لضمان أمن الطاقة ومواجهة أسعارها المرتفعة.
قالت الحكومة البريطانية إن لندن تريد أن ترى انسحابا كاملا للقوات الروسية من أوكرانيا، وإنها ستحكم على الخطوات الأولية نحو اتفاق سلام محتمل بالأفعال وليس الأقوال. وقال متحدث باسم جونسون إن القصف الروسي تراجع حول كييف رغم استمرار القتال في بعض المناطق مثل ماريوبول، مشيرا إلى أن بريطانيا لا تريد أقل من انسحاب كامل للقوات الروسية. التاسعة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها. أبو الغيط والحجرفي يؤكدان أهمية دفع اليمنيين إلى طاولة المفاوضات للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة. تستضيف الرياض المشاورات اليمنية برعاية أممية ودعم من مجلس التعاون الخليجي، وتناقش المشاورات 6 محاور من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي على أن تستمر حتى 7 أبريل المقبل. كما تهدف المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار باليمن. ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف التحالف العربي في اليمن وكافة الأطراف اليمنية بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص على تحقيق السلام وتزامنا مع انطلاق أعمال المشاورة اليمنية برعاية مجلس التعاون. كان الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قد التقى نايف الحجرف، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومة في دورتها 8 والمنعقدة بالإمارات. أكد الجانبان على أهمية دفع اليمنيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة، منبهين أن الحرب في حال عدم إيجاد حل لوقفها ستستمر لسنوات أخرى قادمة. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حرص السودان والتزامه بتحقيق السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان. ووجه خلال لقائه مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان بتسريع عملية فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل انسياب الحركة التجارية. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ضرورة تغليب لغة الحوار بعيدا عن الحروب وأهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات والمشاكل السياسية بين البلدين. وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن رئيس مجلس النواب استقبل وزير خارجية دوقة لوكسمبورغ جان إسلبون، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوات العاملين بالدولة وزيادة المعاشات. كما وافق المجلس على تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن، وكذلك مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي. في مستهل الجلسة العامة تمت الموافقة على تفويض مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة طلبات عامة من عدد من النواب. السادة الأعضاء، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة لتكون مناقشتها معا في موعد واحد، فالموافق من حضراتكم على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة 13 يتفضل برفع يده. موافق. رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال إلى اللجان النوعية للمجلس 6 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لدراستها. وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات في مجموعه ونهائيا. حيث إنه قد توفرت الأغلبية اللازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا. كل التحية للقيادة السياسية على الحس الإنساني يعني الانحياز للطبقة الكادحة من شعب مصر، اللي هي الغالبية من شعب مصر في هذه الحالة. طبعاً بوافق على المشروع من حيث المبدأ، كما أوافق على الإجراءات اللي اتخذها، وحابب أشكر سيادة الرئيس على مد الحماية الاجتماعية ل 450 ألف أسرة داخل برنامج حماية تكافل وكرامة. وشهدت الجلسة الموافقة النهائية على عدد من مشاريع القوانين، وهي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وخلال الجلسة تمت الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأيضا على اتفاق قرض إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية. ويواصل مجلس النواب غدا جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين لسرعة إنجازها بهدف تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن. أشاد أعضاء مجلس النواب بالإجراءات الحكومية لمواجهة المتغيرات العالمية الأخيرة وتأثيراتها على المواطنين، والتي كان من بينها زيادة العلاوات والمعاشات. شدد أعضاء النواب على أهمية تلك الإجراءات للتخفيف من وطأة تلك الأحداث العالمية على سلع الاستراتيجية. العالم دلوقتي بيواجه أزمة تضخم عالمي، الأزمة دي يعني طلت بظلالها على الاقتصاد الوطني المصري. وفي الحقيقة في مجموعة من السياسات، سواء كانت سياسات نقدية، سياسات حماية مجتمعية زي اللي كان القانون النهاردة بيناقشها، أو أدوات رقابية بتقوم بيها الحكومة، سواء جهاز حماية المنافسة، حماية المستهلك، غيرها من الأجهزة الرقابية في وزارة التموين، بحيث يتم تخفيف وطأة تلك الأزمة العالمية. ده إجراء حكومي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نتجت من نتيجة عوامل إقليمية وعوامل دولية وتصدير الأزمات، وهذه الأزمة العالم كله بيعيشها. ده إجراء شيء إيجابي جدا، وخاصة أن احنا الاقتصاد كان بدأ يتعافى من حالة كورونا، لكن للأسف الشديد جاءت المتطورات الحالية في اللي تزيد العبء، فطبعا عكس ده على حياة المواطن. فهذا الإجراء الحكومي يعني ده شيء يسجل لها ويحسب لها. هذا إحساس وطني من فخامة الرئيس بالمواطن المصري. تعرف طبعا جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، وأيضا الحرب القائمة ما بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى بعض السلبيات في الاقتصاد القومي وعلى مستوى العالم، مش إحنا بس، أيضا إلى ارتفاع أسعار بعض السلع. ولكن الحقيقة الحكومة خدت إجراءات كويسة جدا استباقية لمواجهة
هذه الظواهر السلبية في المجتمع. طبعا ده خطوة رئيسية بنحيي فيها السيد الرئيس لإحساسه بالمواطن المصري والقيادة السياسية والحكومة، بنشيد بهذا التوقيت لتقديم هذا مثل هذا القانون وهذا التعديل. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. أضاف رئيس مجلس النواب أنه ينتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة ليؤكد أن مجلس النواب المعبر عن أمال الشعب وطموحاته يبارك خطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تم من إنجازات ظاهرة بشكل جلي ويعلو بالبناء في الوطن. هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول هذا الشهر الكريم. وعبر مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيس بموفور الصحة والسلام ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار. بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وفي برقيته أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات. وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي مذاكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات بمجال التحديث الحكومي ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022. وقالت السعيد إن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بالتحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء بمجال العمل الحكومي. ما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد؟ نعم، الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزهر. شكرا رغدة أبو ليلى وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال للنشرة التاسعة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الاحتفال بذكرى تعويم السفينة إيفر جيفن هو رمز على قدرة المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن، كما أشاد الفريق ربيع بالمساندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحويلها بعون الله إلى انتصارات وإنجازات. أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهدها العالم أجمع، ما بين مساند لجهودنا وبين متأمل فيما يمكن أن تسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي، وبين متربص لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة قناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة. ونحن نسترجع ما حدث على مدار 6 أيام، لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحاً للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة، ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، وقد أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وهذا بالإضافة إلى أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة. هذا وقد أشار الوزير خلال اجتماعه مع اتحاد منتجي الدواجن إلى أنه في ظل ظروف الراهنة محليا وعالميا وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية خاصة صناعة الدواجن. هذا وأضاف القصير أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة في الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعرا عادلا، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وقد ارتفع رأس المال السوقي بستة مليارات وثمانمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 731 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 1.36% ليغلق عند مستوى 11393 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة. هذا بالإضافة إلى صعود مؤشر إيجيكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 72% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و27 قرشا للشراء و18 جنيها و37 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 20 جنيه و26 قرشا للشراء و20 جنيه و38 قرشا للبيع، هذا في حين قد وصل الاسترليني إلى 23 جنيه و98 قرشا للشراء و24 جنيه و12 قرشا للشراء. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و97 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و87 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع. إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل، وذلك أثناء التعاملات موسعة وقد وصلت خسائرها من الجلسة السابقة بعد أن وصفت روسيا محادثات السلام مع أوكرانيا بأنها بناءة، وذلك في حين تضرر الطلب العالمي على الوقود من إغلاقات جديدة في الصين وذلك لكبح انتشار فيروس كورونا. هذا وقد أغلقت عقود البرنت المنخفضة ب 2.25 دولار أو بنسبة 2% عند 110 دولارات و23 سنتا للبرميل. وقد سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 104 دولارات و24 سنتا للبرميل، منخفضة بنسبة 1.72 دولار أو بنسبة 1.62%. تراجع سعر سلة خامات الأوبك دولارين و60 سنتا ليستقر عند 113 دولار و39 سنتا للبرميل. هذا ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس بقيادة روسيا والسعودية اجتماعه الوزاري يوم الخميس القادم، وينتظر أن تخيم على أعمال تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا سيما تأثيراتها على سوق النفط العالمية والأسعار بشكل مجمع. أغلقت مؤشرات البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع لمس المؤشر السعودي فيها أعلى مستويات في 16 عاما وسط مخاوف من نقص إمدادات النفط، وقد قفز سهم المصانع الكبرى للتعدين 30% في أول يوم لتداوله في البورصة السعودية، كما صعد المؤشر الرئيسي للسوق دبي ب 9%. أما في بورصة أبو ظبي فوصل المؤشر الرئيسي للأسهم واصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليغلق مرتفعا ب 7%. صعدت سوق الأسهم الأوروبية حاذية حذو الأسواق الآسيوية وبورصة وول ستريت بفعل إشارات إلى تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا،
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا ب 1.6% إلى أعلى مستوى له في شهر واحد، مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي مع استمرار في موجة بيع في أسواق السندات. وقد أغلقت كل القطاعات الرئيسية على ارتفاع في مقدمتها أسهم شركات صناعة السيارات وأسهم البنوك، والتي قفزت ب 5.9% و 3.8% على التوالي. في أسواق العملات قفز الروبل الروسي أكثر من 7% ليسجل 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر واحد، وذلك قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار، لكنه تراجع مقابل اليورو بعد أن أعلن مفاوضون أوكرانيون وروس عن تقدم ملموس في محادثات السلام بين البلدين. وارتفع الاسترليني 0.4% مقابل العملة الخضراء ليصل إلى 1.31 للدولار مقابل العملة الأوروبية التي قفزت أكثر من 1.2% أمام الدولار. وقد تراجع الاسترليني 0.9% ليصل إلى 84 بنس لليورو، وهو أضعف مستوى له منذ 23 ديسمبر الماضي. بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وذلك خلال اللقاء برئيس جمعية المصارف. وقد تم خلال الاجتماع بحث دور البنوك العاملة في لبنان خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الأزمة القضائية الراهنة والمتعلقة بعمل البنوك. كانت البنوك العاملة في لبنان قد نفذت إضرابا عن العمل يومين استجابة لدعوة جمعية المصارف احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع ما يتعلق بالقطاع المصرفي. وجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بالبدء في إعداد حزمة لتحفيز اقتصادي جديدة بحلول أواخر أبريل القادم، وذلك لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحبوب في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذا وألقت الأسعار المتزايدة للطاقة والحبوب بظلالها على الاقتصاد الياباني، بينما قررت البلاد إقرار ميزانية قياسية تبلغ 1.76 تريليون ين، أي ما يقرب 881 مليار دولار للسنة المالية الجديدة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد. انتهت هذه الجولة الاقتصادية، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع هبة ورغدة. شكرا لك مصطفى. والآن ما أخبار الرياضة؟ نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى. شكرا رغدة وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار الكرة والملاعب. خسر المنتخب الوطني من مضيف السنغالي بضربات الترجيح في إياب الدور النهائي من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2022. كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها منتخب الفراعنة في مباراة الذهاب، ليحتكم بذلك المنتخبان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب السنغالي ليتأهل إلى المونديال. كما تأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم 22 بعد تعادله مع مضيف نيجيري بهدف لمثل في إياب الدور النهائي من التصفيات. كانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل السلبي على الأراضي الغانية، ليصعد بذلك منتخب غانا للمونديال مستفيدا من قاعدة للتسجيل خارج الأرض. تأهل المنتخب الإماراتي إلى ملحق التصفية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 22 بعد فوزه على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات. وبهذا الفوز حصد منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى، ليضرب بذلك موعدا مع نظيره الأسترالي في مباراة الملحق.
ذكرت تقارير صحفية أن الدولي المصري لاعب نادي أرسنال محمد النني يقترب من مغادرة الفريق الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري. وقالت شبكة سكاي سبورتس قالت إنه لم تحدث مفاوضات بين النني وإدارة الأرسنال حتى الآن حول مسألة تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو القادم. انتقل النني إلى أرسنال في يناير من عام 2016 وخاض مع الفريق 140 مباراة في مختلف البطولات ليسجل 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة. انتهت الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا إليكما. شكرا لك مصطفى. تتمسك شقيقتان بسوريا بمهنة التطريز على الرغم من تقدم العمر بهما، وتعمل الشقيقتان على إضافة لمسات عصرية على صناعة العباءات التقليدية لضمان تحقيق الرواج لبضائعهما. ومنذ سنوات بدأت الشقيقتان أولا ببيع المنتجات الجاهزة، لكنهما تقدمتا بخطوات عبر تعلم التطريز، وينجذب المشترون لمنتجات الشقيقتين على الرغم من تضاؤل الإقبال مع الأزمة السورية، وهو ما دفعهما لتقليل عدد من العمال من 20 سيدة إلى نحو 8 سيدات فقط بعد 2011. أما الآن فمع أحوال الطقس مصطفى بيزار والأحوال الجوية. شكرا هبة وشكرا رغدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجولة الأخيرة من هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كل الأنحاء. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة. وهذه مشاهدينا الكرام درجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. في الأسكندرية 23-12 ويكون الجو فيها معتدل. في مطروح 22-10 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 22-14 يكون الجو فيها أيضا معتدل. وفي الإسماعيلية 26-10 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 25 والصغرى 12 يكون الجو فيها مائل للحرارة. في العريش 23-12 يكون الجو أيضا معتدل. في طابة 26-14 يكون الجو مائل للحرارة. في شرم الشيخ 31-18 يكون الجو حار. في الغردقة 29-14 ويكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 والصغرى 13 يكون الجو حار. في أسوان أيضا 35-15 يكون الجو حار. في الوادي الجديد 35-12 يكون الجو حار. في شلاتين 30-15 يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 26-18 يكون الجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع أبرز لقطات لليوم.
في ختام النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. خلال اجتماع مجلس المحافظين، مدبولي يؤكد على أهمية متابعة توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة. روسيا تتعهد بخفض العمليات العسكرية قرب كييف، وماكرون يبلغ بوتين أن دفع عقود شراء الغاز بروبل غير ممكن. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم، والإعلامي يوسف الحسين. ازيك يا هبه؟ ازيك يا رغد؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، من قبل ومن بعد على كل حاجة. اللي حصل حصل، وماله؟ لعب ماتش مش بطال. يعني الرياضة مكسب وخسارة، عادي عادي بتحصل، اللي جاي أفضل. على كل حال أشكركم جدا وأستأذنكم نبدأ فقرتنا.